لكن المشكلة وأحضرت الأنفس الشح، شحيح البخيل، شح النفس مو بخل اليد، هذا شيء أعظم. واحد عند أموال طائلة ولكن نفس بخيلة، نفس شحيحة. طيب بعض الأحيان ما مطلوب منه مال ولكن عند الشح في نفسه، بالله عليك أن واحد يجي في مثل هذا المثال ويبات في بيت زوجته الأولى، هاي المرأة التي قال لها أنا أريد أطلقك، لو بات تلك الليلة في بيتها، طبعا مو واجب عليه أن يضاجعها ويواقعها، القسمة هي في أمر المبيت أن يكون في البيت في تلك الليلة في بيتها، مو شرط أن يضاجعها. طيب إلا كما قالوا في الأشهر الأربعة مرة واحدة. هذا إذا يجي ويبات في هذا البيت ما الذي يخسره؟ أحضرت الأنفس الشح، يبخل بهذا الجانب. لو قال لها بعض الكلمات الطيبات، ترى أنت أم العيال، أنت أم الأطفال، أنت الأصل، أنت ما أدري كذا، أنا جزء من نجاحي ما كان ليحدث لولا الأيام اللطيفة التي عشناها خلال السنين الثلاثين الماضية. هالكلمات شو تخسر الإنسان؟ تنقص فلوسها هالكلمات؟ ما تنقصها، تقطع منه يدا تأخذ منه رجلا، أبدا، هي كلمات. ولكن البعض حتى بهذه الكلمات يبخل. النظرة، بالله عليك النظرة ماذا تخسر الإنسان؟ واحد يجي وينظر إلى زوجته، يقبل زوجته أول ما يجي، شي خسره؟ لماذا يمارس الإعراض؟ يجي يدخل ويطلع كأنما ماكو أحد قدامه. طيب يأكل وكأنه من السماء نزل عليه، مو كأنما مو أن امرأة اشتغلت ووقفت وما أدري فرمت البصل وكذا، نضجت اللحم ودخنت ثيابها بروائح المطبخ إلى أن هذا الرجل جاء لكي يأكل طعاما لذيذا وطيبا، حتى سلمت يداك أو أحسنتي أو خوش طعام، ما يقول هذا بالله عليك شي خسر الإنسان؟ هذا شح النفس. عندما تكون شح النفس يبخل حتى بكلمة طيبة، حتى بأحسنتي، حتى بجزاك الله خير، حتى بأن طعامك طيب. طيب وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الإنسان أعرض عملك ذاك على التقوى. هذا اللي يجي يقول أنا أريد أن أطلقك، مو بس للطالبين، أنت صرت مطلوبة الآن، مطلوبة بالطلاق، مو دائنة مدينة. أعرض هذا على تقوى الله، على الخوف من الله، أعرضه على الإحسان. هل هذا من الإحسان؟ وهل الفعل اللي قامت به هذه الزوجة طيلة هذه المدة وهو إحسان في حقك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مو جزاؤه الطلاق والفراق ويعني آخر عمر المرأة هذه المسكينة، لابد أن تخرج إلى الشارع، لا بيت يستقبلها، لا كذا، ما عندها يعني أبوها أمها وين؟ فيجي القرآن الكريم يقول إذا صارت هالمشكلة، روحي أيتها الزوجة وراء أهون الضررين، انزلي عن بعض الحقوق لصيانة هذه المؤسسة الزوجية. هذا الزوج اللي عنده نشوز أو إعراض من الممكن أن يقدم على عمل أخرق فيطلق. أنت كوني أعقل وأكثر حكمة فأصلحي، اتعاملي على أساس
أن تنزلي عن بعض الأشياء لكي تبقي في حبالة الزوجية. بطبيعة الحال لا يمكن أن يقرر على الزوج أن يحب مثلا مثل هذا رافع ابن جريح، تعال أحبب الزوجة القديمة كالزوجة الجديدة. أمر القلوب ما يمكن أن يتعامل معه بالإيجاب الشرعي، تعال حبها بنفس المقدار، ما يمكن، ولذلك لم يكلف به الإنسان ما يمكن، لأنه حتى فيما هو أقرب غير ممكن. أنت عندك ولدين من صلبك، طيب اثنيناتهم يحملون اسمك وأنت أبوهما، لكن واحد منهم مطيع، مؤمن، ناجح في دراسته، جاد في حياته، يمدح عند الناس عندما يرونه، واحد آخر عفريت متمرد في داخل نفسك، تفضل الأول بلا شك، وإن كان ما تظهر هذا، ما تظهره لهما، مو زين أيضا تظهره لهما، تقول له هذا أنا أحبك وتقول للثاني ما أحبك، لا ليس مطلوبا هذا، ولكن في داخل نفسك لا يستوي المسيء والمحسن، في داخل نفسك هذا البار غير ذاك العاق، هذا المطيع غير ذاك العاصي. فأنت لا تملك حتى في ولديك أن تقسم بينهما الحب السوية، فكيف تستطيع ذلك بالنسبة إلى النساء؟ ما تقدر، ولذلك القرآن يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.